لقد طلبت من الحكومة التقدم باستقالتها اليوم، وسوف أكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحة ومحددة. بصرف النظر عن الظرف الراهن، أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، فقد قضيت ما يكفي من العمر في خدمة مصر وشعبها. أتوجه بحديث اليوم لشباب مصر بميدان التحرير وعلى اتساع أرضها،
أتوجه إليكم جميعا بحديث من القلب، حديث الأب لأبنائه وبناته. أقول لكم أنني أعتز بكم رمزا لجيل مصري جديد. محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد